فحص معدل الترشيح الكوبيبي في الكليتين. يتم إجراء هذا الفحص بغرض تقييم وظائف الكلى ولتشخيص الإصابة بمرض مزمن فيها وتحديد مرحلته المرضية ومراقبته، حيث يعتمد معدل ترشيح كبيبات الكلى الفعلي على مستوى الكرياتينين في دمك، إلى جانب متغيرات أخرى قد تشمل عمرك وجنسك وعرقك، بالإضافة إلى طولك ووزنك، اعتماداً على المعادلة الحسابية المستخدمة. العينة المطلوبة لإجراء الفحص تشمل عينة من الدم يتم سحبها من وريد في ذراعك، وقد يطلب منك الصيام خلال فترة الليل أو الامتناع عن تناول اللحم المطبوخ. يقوم هذا الفحص بقياس مستوى الكرياتينين في الدم، ويستخدم النتيجة الظاهرة في صيغة معادلة لحساب رقم يعكس مدى كفاءة الأداء الوظيفي للكليتين، ويعرف هذا الرقم بمعدل الترشيح الكوبيبي. الكوبيبات الكلوية هي عبارة عن مرشحات أو فلاتر صغيرة في الكليتين تسمح بإزالة الفضلات من الدم، بينما تمنع فقدان المكونات المهمة والتي تشمل البروتينات وخلايا الدم، حيث تقوم الكليتان الصحيحتان يومياً بترشيح حوالي 200 لتر من الدم وتنتج حوالي لترين من البول. عندما يقل الأداء الوظيفي للكلى لدى شخص ما بسبب إصابتها بالتلف أو بالمرض، فيقل معدل الترشيح وتبدأ الفضلات في التراكم في الدم. يمكن للكشف المبكر عن قصور وظائف الكلى أن يساعد في تقليل التلف الحاصل، ويعد هذا أمراً مهماً، حيث أن أعراض الإصابة بمرض في الكلى ربما لا تكون ملحوظة حتى يتم فقدان ما يصل إلى 30 إلى 40% من قدرة وظائف الكلى. ويعتبر هذا الفحص هو الطريقة الأكثر دقة للكشف عن مدى التغيرات الحاصلة في حالة الكليتين. قد يتم إجراء فحوصات أخرى إضافية بغرض المساعدة في الكشف عن وجود تلف بالكلى أو لتقييم وظائفها، خاصة في الأشخاص المصابين بحالات مرضية مزمنة كداء السكري وضغط الدم المرتفع. تشمل تلك الفحوصات فحص الزلال في البول، وفحص نسبة الزلال الكرياتينين، وفحص البول العادي. مختبرات البرج الطبية. شاهد المزيد على قناتنا على اليوتيوب.